بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هذا يوم مفرح أيها الأحباء أن نجتمع في هذه الكنيسة المقدسة صاحبة التاريخ الطويل عبر 140 سنة ونحتفل بتدشين مذابحها وأيقونتها. هذا يوم مفرح، وكما قلت في الصباح أنه يصير التذكار السنوي لهذه الكنيسة، وهذا يترافق مع ما تحتفل به مصر كلها بانتصارات أكتوبر المجيدة يوم 6 أكتوبر. وتدشين الكنيسة بيعتبر الخطوة الأخيرة بعد التطوير والتجديد والتوسعة والإضافات كلها، بحيث تظهر الكنيسة في صورتها الجميلة. وطبعاً كنيستكم تتميز عن الكنائس اللي بندشنها الحديثة أنها كنيسة بالعمر الطويل امتلأت بالصلوات وبالطلبات وبالتسابيح، فصارت حتى جدرانها مشبعة بهذه الصلوات. بشكر نيافة أنبا رفائيل على محبته وتعبه واهتمامه بهذا التعمير، وبشكر الأباء الأحباء أبونا القمص يوحنا حبيب وأبونا القمص أنطونيوس فكري، والأباء القس موسى نيروز والقس مينا زكريا والقس فلوباتير سمير والقس استفانوس فايز على تعبهم ومحبتهم في خدمة هذه الكنيسة. ويشترك معي طبعا في هذا كل الأباء الحضور، كل الشمامسة وكل الأراخنة وكل ضيوفنا الأعزاء. في هذا الصباح نحتفل بيوم النهاردة يوم 26 توت في الشهر 26 توت، والشهر القبطي توت هو الشهر الأول في السنة، والكنيسة تضع في هذا الشهر الأول الذي به نفتتح عاما قبطيا جديدا، تضع فيه خريطة لحياتنا. فبتيجي في الحد الأول تقول حط عينك على الهدف، والهدف هو ملكوت السماء. وتذكر لينا قصة يوحنا المعمدان اللي بنحتفل بتذكاره كمان النهاردة. تذكر لنا أن يوحنا المعمدان قيل عنه أنه أعظم مواليد النساء، ولكن الأصغر منه في ملكوت السماوات أعظم منه. على الأرض يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، في السماء اللي ينال الملكوت الأصغر منه هو أعظم من يوحنا المعمدان. فبتقول لنا في الحد الأول لا يوجد هدف يشغلك وانت في حياتك على الأرض سوى أن تنظر إلى مكانتك في السماء، مكان ما ملكوت السماوات. وده حاجة مهمة في الإنسان. تلاحظوا أن كل الكائنات الحية برأسها تنظر إلى التراب، أما الإنسان بقامته فينظر إلى السماء. ولذلك السماء هي الهدف لحياة الإنسان التي مهما استطالت على الأرض فهي قصيرة بجوار الحياة الجديدة أو الحياة الآخرة. ده الهدف. طب نوصل للهدف ده ازاي؟ تقوم الكنيسة تقول لنا الحد التاني في توت هو لا يوجد وسيلة سوى المحبة. فالمحبة هي الطريق إلى السماء. ولذلك يقول الوصية تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك، يعني من كلك كده. تحب الرب إلهك، وطبعا محبتك لربك إلهك تخليك تحب كل الناس، لأن مش ممكن أقول أنا بحب ربنا وبكره واحد من الناس. ليه؟ لأن الناس أنا شايفهم بعناية، وإن كان الله لا أراه بعناية. فأنت يا من تدعي أنك تحب الله وبتكره بأي صور صورة من الكراهية الناس، فكيف تدعي أنك تحب الله؟ فمحبة الله هي الطريق لقلب الإنسان أنه يحب كل من حوله في مجتمعه في مكانه
في عمله في دراسته إلى آخره. فالطريق إلى السماء لا يوجد طريق آخر، ولذلك يعلمنا الكتاب المقدس ويقول المحبة لا تسقط أبدا، ولأننا نعرف أن الله محبة والله لا يسقط أبدا، وبالتالي فالمحبة هي الطريق الوحيد للسماء. وعشان كده كل إنسان يوميا بيحصر أعمال المحبة اللي قدمها عشان تكون له رصيد في السماء، عامل زي بالظبط اللي بيحوش كل يوم قرش ورا قرش. فأنت بتحوش أعمال المحبة كرصيد لك في السماء لكما يكون لك مكان في السماء. طب غير المحبة لا يوجد مكان للإنسان في السماء خالص. يعني باللغة بتاعتنا تذكرة الدخول إلى السماء هي من خلال المحبة الحقيقية وليست الشكلية أو الظاهرية أو الحاجات دي، محبة من القلب. عشان كده بيقول له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. وبالتالي تصير هذه الوسيلة الوحيدة والطريق الوحيد للسماء هو من خلال المحبة. كويس. وده بيشكل مكانة السماء، ملكوت السماء والطريق لها بيشكل العارضة الرأسية من الصليب. أما العارضة الأفقية من الصليب لها جناحين زي ما عارفين، بتقدم لنا الكنيسة في الحد الثالث والحد الرابع نماذج للتوبة، توبة الإنسان. فبتقدم لنا في الحد اللي فات نموذج لتوبة رجل، وفي الحد النهاردة نموذج لتوبة امرأة، ودول البشر كل البشر. في الحد اللي فات تقدم لنا نموذج لتوبة رجل هو زكا، وزكا يمثل أي واحد زينا الذي يضع سعادته في ماله فقط. زكا كان بيشتغل عشار، عشار باللغة القديمة يعني مأمور ضرائب، وكان يجمع الأموال من الناس. الأموال زمان زي ما كلنا عارفين معدن، ما كانتش ورق زي بتاعت النهاردة. فكان يجمع العملات ويحطها قدامه كده، وكل عالمه وسعادته هي في المال اللي بيجمعه، طبعا بيجمعه بطريق غير مشروع. وبعدين ده كان إنسان كل اللي عنده كده، سرق اللي سرقه وظلم اللي ظلم، وهذه هي حياته. طب يا زكا وبعدين؟ قال كنت بسمع عن المسيح، عن المسيح عايز أشوفه، بس عندي مشكلة إن أنا قصير، القامة بتاعته قصيرة. طيب جات له فكرة لطيفة إنه يطلع فوق شجرة في الطريق اللي بيعدي فيه المسيح يشوف المسيح ويروح بيته وانتهت الحكاية. عايز أشوف المسيح دقيقة واحدة. ولكن حدث ما لم يتوقعه، إن المسيح وهو ماشي مع الجموع يرفع رأسه ويقف عند الشجرة اللي مستخبي فيها، كانت شجرة جميز ودي شجرة كبيرة بورق كتير وبتبقى شجرة لها تاريخ يعني، وكمان الجميز ده بيبقع في الهدوم، فما كانش حاطط في باله تتبقع هدومي ما يهمش، هو كان راجل له برستيج كده خاص في المجتمع. وقف المسيح ثم رفع رأسه في الشجرة اللي مستخبي فيها صاحبنا وقال له انزل، وقال له باسمه، ودي كانت حاجة مذهلة بالنسبة لزك، انزل يا زك. نزل زكا وهو لم يتوقع هذا، وتخيلوا كده واحد عمال بقى ينزل على الشجرة يعني بيتنطط من فرع لفرع وهو في حالة يعني مدهشة للغاية، وينزل يقف قدام المسيح. ما كان يريد أن يرى المسيح دقيقة واحدة، المسيح يقول له تعالى زكا ينبغي أن أمكث معك اليوم كله، هاجي أزورك في البيت، هقعد وياك اليوم كله. زكا عبر عن رغبته في رؤية المسيح فقط، والرؤية دي تاخد دقيقة ولا ثواني، أما المسيح فقد أعطاه اليوم كله.
زكا يعمل ايه؟ زكا وقف قدام الجموع وكان شخص مشهور خالص وقال كده: نصف اموالي للمساكين، نص اللي عنده، وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعه اضعاف. لو كنت ظلمت واحد في قرش هردهم اربعه. زكا ده انت مش هيبقى عندك حاجه بعد كده. قال: ما همش همش، انا وجدت سعادتي في شخص المسيح. وتاب زكا وتحول من الارتباط بسعادته الأرضية في التراب والمال اللي قدامه إلى سعادته الأبدية في المسيح اللي نظر إليه وأحبه. وكانت القصة دي قصة توبة، توبة الإنسان. اوعى تحط سعادتك في حاجة ترابية في الأرض. هنعيش، ربنا يديه العمر الجميع، عمر الطويل، لكن بعد هذا يترك الإنسان كل شيء، فيجب أن يكون حكيما ويضع سعادته في مكان الحكمة في السماء. ده نموذج إنسان تاب، رجل. النهاردة الكنيسة بتقدم لنا نموذج آخر لامرأة كانت معروفة أنها خاطئة. إيه خطيتها؟ مش هنتكلم فيه، لكن معروفة في المدينة أنها امرأة خاطئة. ده نموذج آخر للتوبة. صاحبتنا سمعت أن المسيح دخل بيت الفريسي. الفريسي ده أو الفريسيين طائفة من طوائف اليهود، وهي الطوائف المتعصبة. والراجل الفريسي ده كان اسمه سمعان، ودخل عنده المسيح. وبعدين صاحبتنا جت كده بمنتهى الهدوء، لم تنطق كلمة، معروفة أنها خاطئة في المدينة، هتقول إيه دي؟ فدخلت انحنت عند قدمي المسيح وسكبت قارورة الطيب وسكبت دموعها ومسحتهما بشعر رأسها زي ما الإنجيل بيقرر. زكى ساب المنظر الجميل ده واللي فيه كله اتضاع وكله توبة وكله إنسانة بتطلب أن يرضى عنها الله، ساب ده كله وراح قايل إيه؟ إزاي الست دي تلمس المسيح؟ دي مش هو ما يعرفش إنها خاطئة، خاطئة دي نطردها بره. ابتدى المسيح يعقد مقارنة بين سمعان الفريسي وبين هذه المرأة. يقول له: أنا دخلت بيتك ما عملتش أي واجب ترحيب، شوف دي عملت إيه. أولا هذه المرأة تركت روح الشر وتركت أصدقاء الشر، تركت، ما دي أول علامة في التوبة إن الإنسان يترك. والحاجة التانية قدمت عطاء سخيا، قدمت مشاعرها وقدمت دموعها وقدمت الطيب وانحنت وتركت تاج جمالها شعرها عند الأقدام عند الأرض. صورة من صور العطاء. أنت يا زكا ما عملتش حاجة خالص، أنت يا سمعان ما عملتش حاجة. ثم أن هذه المرأة ظهرت في اتضاع شديد، اتضاعها أنها لم تنطق كلمة، وجعلت توبتها في الصورتين دول، الصورة الداخلية وهي الدموع الدافئة التي قدمت، والدموع دي تعبير عن سخاء المشاعر، المشاعر الغالية. أحيانا الدموع تتكلم أكتر من الكلام، وأحيانا الدموع يبقى لها تأثير أكتر من الكلمة. قدمت دموع، دي دموع التوبة. والحاجة التانية قدمت الطيب، قارورة الطيب، والطيب زمان غالي وبرضو الأيام دي يبقى غالي. والطيب ده عبارة عن خلاصات ذات رائحة عطرية كبيرة، فقدمت قارورة الطيب، سكبتها على قدمي المسيح، واستخدمت الدموع واستخدمت الطيب، وإنها بشعرها تمسح هذا وذاك، نوع من الاتضاع الشديد. وكانت النتيجة
أن إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. طبعا صاحبنا الفريسي زي ناس كتير في أي مجتمع يعترض على أي حاجة حلوة. في ناس كده، أنتوا عارفين خالف؟ عارفينها ولا مش عارفين؟ خالف إيه؟ هو كده. يبقى المنظر كله قدامنا جميل ويجي واحد يخالف. ليه يا عم بتخالف؟ يقول عشان أبقى معروف، عشان أبقى مشهور، يعني عشان الناس تشاور عليا. طيب خلي الناس تشاور عليك وبعدين تستفيد إيه؟ ولا حاجة. فصاحبنا سمعان الفريسي أخذ درسا، والدرس الحقيقة مش له بس، ده لنا احنا كمان، في توبة هذه المرأة. ازاي ان التوبة فيهاش كلام؟ والتوبة في ملخصها هي تنقية القلب، تنقية قلب الإنسان، ينقي الإنسان قلبه، لأنه مكتوب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عندما تنقي قلبك بالحقيقة تصير إنسانا عندك إمكانية أن تعاين الله، ترى الله. وما أروع هذه الجائزة إنك ترى الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الكنيسة في أول شهر بتحط قدامنا الاثنين نموذج دول، للرجل وللمرأة. هذا كانت سعادته في المال، وهذه كانت سعادتها في الخطية. والاثنين دول اللي بيحاربوا الإنسان في كل زمان لغاية النهاردة. هنلاقي بشر سعادتهم في المال وبشر سعادتهم في الخطية. ولذلك بيجي شهر توت ده في أول السنة عشان ينبه الإنسان، يوقظ الإنسان من ثباته، ويقف الإنسان ويعرف عشان يستمر بقى طول السنة في حياة نقية. النهاردة يوم مفرح ويوم جميل، وأنا بشكر كل اللي تعبوا في هذه الكنيسة الجميلة، رغم أنها قديمة 140 سنة، إلا أنها زي عروس صبية فرحانين بيها كلنا النهاردة، في تشطيبها الجميل، في إضافتها الرقيقة، في أيقوناتها، في كل التفاصيل. طبعا الكنيسة كانت موجودة وبعدين وسعت شوية، مش كده برضو؟ كبرت شوية وبعدين كبرت كده وتكبر كده وتكبر كده، يعني حاجة جميلة خالص، لكن كلها بإضافات محافظة على تراثها القديم الجميل. زي حتى الشبابيك اللي قدامنا دي حاجة كأنها قديمة لكن هي حديثة. أنا بشكر كل اللي اشتغلوا، كل اللي تعبوا، كل المهندسين، كل الفنيين، كل العمال، كل اللي قدم عمل هنا، كل اللي عضدوا العمل سواء بالصلوات أو بالعطايا الكتيرة، كل الفنانين اللي اهتموا بإظهار الكنيسة في الصورة الجميلة. احنا دايما نصلي ونقول كما في السماء، كما في السماء. السماء دي جميلة، يبقى لازم الكنيسة تبقى جميلة بجمال السماء، وهي بتفكرنا بالسماء فعلا، لأن حامل الأيقونات ده احنا كلنا قاعدين في اتجاه الشرق، الاتجاه الذي سيأتي منه المسيح. أما الصف الأول اللي هو الأيقونات، أيقونات القديسين اللي سبقونا على السماء، وبالتالي هم ينظروا إلينا وبيقولوا لنا يلا تشجعوا عشان يبقى لكم نصيب في السماء. بكرر شكري ومحبتي لنيافة أنبا رفائيل وكل الآباء، الكهنة والشمامسة والخدام والأرخنة والخادمات وكل شعب الكنيسة. ربنا يحفظكم، بارك حياتكم، وتفرحوا بهذه الكنيسة المباركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.